زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 8 من حزيران قطع عمليات ديالى، حيث كانت المحطة الأولى هي زيارة لواء المشات 53 للفرقة المذكورة، إذ قدم قائد القوات البرية إجازة مفصلا عن انفتاح القطاعات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين القاطع والمعوقات التي تواجه سير العمل. بعدها أجرى سيادته جولة في قاطع المسؤولية للاطلاع على خطوط الصد وتحصين النقاط وجاهزية القطاعات، فيما تمثلت المحطة الثانية استطلاع الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات ديالى وشرق صلاح الدين للوقوف على توزيع القطاعات والتنسيق بين القيادتين في إحكام النهايات السائبة وتعزيز الموقف الأمني. التقى السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 9 من حزيران قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق لوكاس الشخويرس وعددا من مستشاري البعثة. جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب، إضافة إلى تقديم الخبرات في مفاصل المؤسسة العسكرية كافة لتطوير قدرات الجيش العراقي. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 9 من حزيران كلية الحرب ضمن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، إذ حضر سيادته محاضرة مسارح العمليات في كلية الحرب. بعدها أجرى جولة تفقدية في قاعات الدروس للاطلاع على سير العملية التدريسية والمستوى العلمي للطلاب وآلية إعطاء المناهج من قبل الهيئة التدريسية، كما افتتح سيادته قاعة كربلاء الدراسية الجديدة التابعة للجامعة والمجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة لتقديم الأفضل للطلبة الدارسين. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم 12 من حزيران محافظة كركوك، حيث كانت أولى المحطات قيادة عمليات كركوك لتقييم الوضع الأمني ومتابعة انفتاح القطاعات العسكرية، فيما كانت المحطة الثانية هي زيارة الفرقة المشاة 11 مفتتحا مقرها الجديد، فيما تمثلت المحطة الثالثة في زيارة مقر اللواء 42 للفرقة المذكورة ضمن قاطع عمليات كركوك، إذ قدم أمرو التشكيلات إجازاتهم بشأن قاطع المسؤولية. أما المحطة الأخرى كانت في زيارة مقر اللواء المشاة 44، إذ استمع السيد رئيس الأركان إلى إجاز بشأن محور قاطع المسؤولية ومستوى الجاهزية وتحصين خطوط الصد. التقى السيد رئيس أركان الجيش رئيس مجلس محافظة كركوك، حيث ناقش الجانبان دعم الحكومة المحلية للقوات الأمنية والتنسيق معها في حماية أمن واستقرار المحافظة. وعلى صعيد آخر زار السيد رئيس الأركان قيادة شرطة محافظة كركوك، حيث تخلل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تخص التنسيق والتعاون الأمني بغية تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار لمحافظة كركوك. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 12 من حزيران لواء مغاوير قيادة عمليات كركوك، وفور وصوله قدم أمر اللواء وأمر الوحدات إجازاتهم على المهام والوظائف وتوزيع القطاعات في الحدود الفاصلة ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمثلت المحطة الثانية في استطلاع النقاط والربايا لقاطع فوجي المشاة الأول والثاني للواء المشاة 45 في فرقة المشاة 11 وصولا للمقر المذكور، إذ قدم آمرو اللواء والأفواج إجازاتهم بشأن المحاور ومستوى الجاهزية ومجمل الفعاليات الأمنية. تفقد السيد رئيس أركان الجيش الفوج المشاة الآلي الأول والثاني للواء 31، حيث قدم أمرو التشكيلات إجازاتهم بشأن قاطع المسؤولية وانفتاح النقاط في الحدود الفاصلة وأهم المعوقات. بعدها أجرى سيادته جولة تضمنت تفقد جميع النقاط والربايا وخطوط الصد الموزعة ضمن القاطع من أجل الوقوف على جاهزيتها وتأمين مستلزماتها اللوجستية والإدارية،
وكانت المحطة الأخرى هي زيارة مقر الفرقة المشاة الآلية الثامنة، حيث قدم قائدها شرحا مفصلا بشأن المهام والوظائف والخطط المستقبلية وأهم المعوقات. بعدها زار السيد رئيس الأركان قيادة الشرطة الاتحادية الثالثة، وكان في الاستقبال نائب القائد وضباط هيئة الركن، حيث تم مناقشة مجمل الوضع الأمني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في القاطع. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 13 حزيران دائرة العمليات، واستمع سيادته إلى إيجاز مفصل بشأن المهام والوظائف والخطط المستقبلية والمعوقات التي تواجه سير العمل. بعدها حضر سيادته مؤتمر مناقشة استراتيجية الإصلاح الأمني في وزارة الدفاع، وذلك في مديرية التخطيط لسنة 2024 إلى 2032، حيث جرى استعراض مقررات المؤتمر ومناقشتها بصورة مستفيضة وفسح المجال أمام الحضور لإبداء الآراء والملاحظات.